جميعا وقف احترام واجلال النشيد الوطني. يلا يا اخوان بسم الله وعلى بركة الله ينطلق النشيد الوطني. تيقولوا سي عند القيد ولا عندي باشا ولا عندي بول. لا، هاد الناس عندهم لا علاقه ولا ولايه ولا السيد الوالي ولا السيد العامل. المجلس الجماعي في 2015 من بعد ما سيدنا الله ينصر الطاهي الشريف حكم فيه تحت المقتضيات الدستوريه وتابع المجلس الاعلى للدستور المجلس الاعلى للدستور اللجنه العليا للدستوريه خول صلاحيات تكبير ملك الجامع. وهذا القانون غادي يقرا عليكم السعد الطيف باش تفهموا حنا علاش تنجيو الى المجلس. شوفوا صراحه حيت حنا الملف ديالنا عند هاد الناس اللي هما المجلس الجماعي لمدينه مراكش. فيتفضل السعد الطيف مشكور. طيب الشيخ الله يحفظك. 1/15/2020 صادر تشرين من رمضان 1436 في يوليو 2015 تنفيذ القانون التنظيمي رقم 113/14 متعلق بالجماعات. الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله
محمد بن حسين بن محمد بن يوسف الله وليهم. يعلم من طاهرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أمره أننا بناء على الدستور ولا سيما الفصول 130 85 و50 و42 من وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري 968 15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 30 يونيو 2015 الذي صرح بمقتضى أولا بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي الرقم 13/14 متعلق بالجماعات. ثانيا بأن باقي مواد القانون التنظيمي الرقم 13/14 متعلقة بالجماعات مطابقة للدستور مع المراعاة والملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن مادتي 6 الفقرة الأولى 150. ثالثا لأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح لعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي المقتضيات هذه المادة ويجوز بالتالي إصدار أمر بتنفيذ القانون التنظيمي الرقم 113/14 متعلق بالجامعات بعد حذف الفقرة المقدورة. أصدرنا أمرنا الشريف ما يلي ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية عقب ظهيرها الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين وحرر بالرباط 20 من رمضان 1436 7 يوليو 2015 وقعه بعفو رئيس الحكومة إمضاء عبد المطلب. يعني هنا تضحك الصورة لأن المنصور النووي الشريف تعطي تلك الأحكام الدستورية صلاحيات للمجلس الجماعي بدون دخول أي جهة للجهة ولا سيما وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تبقى غير شارك يعني تدبير أو تقتل. أما ترخيص أو لا الموافقة أو لا الإزالة أو لا الفسخ التي تبقاش صريح للمناقش الداخلية. يعني هذا الشيء كله باش تفهموا بأن احنا كما نقول دائما أن عضونا لهذا المجلس فهو أساس ونطلب ديالنا. حين احنا لا بغينا الملفات ديالنا كباعة غير مستفيدين أو باعة جائلين متواجدين في جميع ربوع المجلس الجامعي وخاصة يعني المنطقة الحضرية الحالية نفهمين بأننا ما نطلبوش شي حاجة من الجميع احنا من نطلبه. لا احنا بنجيبو القانون والنصوص اللي حطتها الدولة باش بين كل واحد هل ليه ولا ليه. القائد مشكور هذا يخطب اللي تساعدي راه هو المجلس. يعني النقب ديالنا حنا كما نقول دائما أنا النقب ديالنا حنا هذا المجلس هما يحسنوا يتعلموا معنا والنقب ديال توفير فضاء سواء المعاجم. هذا الفضاء اللي هو بينفع وبيخطف فقط الاحتلال غير النظامي للميل العام وبيحيد العرقلة السير اللي ما تيسمي هاد العرقلة السير اللي هي أحد أسباب الحوادث السير المؤلمة اللي تنعيش يعني دابا اليوم يعني هاد الأيام كاين وقفات ديال حملات ديال السير. راه السير والجوالان احنا شادين كلشي شادين بالقلب بعضياتهم. راه السير والجوالان الاختصاصي ماشي الجماعي تبيل البلاي والتشويق وطلع ونزل الشأن القانوني تابع للمجلس الجماعي. أما حنا في المجال شي اختيار على السلطة ولا على الدولة ولا على الدولة. حنا عندنا ممثلين منتخبين تحطوهم في السلطة اليوم باش هما يفعلوا مجال تقدر النصوص في المملكة الشعبية. لهذا كنأكدوا دائما أن حنا وقفة المجلس لا تجيش من فراغ وإنما تجي على أساس قانوني قانون مؤثر. شكون اللي بقى من غاو؟ غاو الدستور ودار الله المولى الشريف هو الرحيم والسعيد الإله من كلام تفقد الحكومة السابقة ديالي. يعني هذا احنا غاديين في المسار الصحيح باش تفهموا شي واحد يقول لكم لا خصنا نمشيو عند القايد ولا خصنا نمشيو عند البشر ولا خصنا نمشيو عند البوليس ولا نمشيو لاقليم العلامه ولا الولايه. ها ما عندناش مشكل هذا الناس. لا هاد الناس لا قعدوا معنا غير من اجل وجود حلول
احنا العيال ديال السلطان، اما اللي بيعتبر كاين الشعب هو واللي بيخدم من اجل ازاله العرقله والطرقات هو واللي بيدخل في قوانين جديده كاطار شرعي حكومي اللي هو قانون الاقتصاد الاجتماعي هو يجلس. هاد الناس تيقولوا احنا بينا نخدموا احنا بينا نشتغلوا بينا نكونوا معانا بينا نتواصلوا. واش تقول بان دابا دابا طلبة السنة طلبة السنة باش 11 شهر باش الاتفاق بين هذا المجلس من 20 وكان عندنا اتفاق مع السيد نائب الوغلاف الاسواق شرع بالاشراف السيد نائب الوغلاف الفتره الزهراء السيد ادريسي اتفقنا على انه غيكون واحد اللقاء مع السلطات المحليه من منطقه الحضور الحميد من اجل مناقشات وقيام بعجائل في القطاع وكيفيه وجود حلول في القطاعات لاحتواء هذه العجائل. هذا الناس المجلس اقيمتوا ما جاوش نهار 20 ما جاوش هاد الناس. شكون اللي جا؟ جات السلطه المحليه ويكون السيد باشا مشكور، جات السلطه الاقليميه ومثلا الناس اللي متخصصين من المحاضرة استفقوا الناس السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية. هاد السيد مسؤول الله بناليه دابا استاذ هشام دابا جيتي واش انت جيتي تحل معانا المشكل ولا جيتي شحال اخرى؟ هاد الاستاذ باش هو مشكور يعني كنت انا جيت هنا نوصل لهم هذاك الشيء اللي قلتو يعين هاد المجلس كيحسب انا نوصل لهم اما باش هو نوصل لراسو ما بغاش فهمتو؟ لهذا دائما انا كنتزل وهاد وسيله على اختيار المجلس المحافظه الحميد واش ما ضلناش في مجموعه من الاسئله واش مطلوب بان الحميد السعيد هو السلطه الوحيد اللي شفت هذا الموضوع هنا شفت عفوا ونفهم هذا الاتفاق ما مشيتي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.